الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا عمق العلاقات اليمنية الروسية وعلاقات المؤتمر بحزب روسيا الموحدة، مثمنا وقوف روسيا إلى جانب القضايا العادلة ودعمها لليمن. وأضاف زوكا في لقاء دائرة شباب المؤتمر مع وفد ناشئي شباب بوتين أنه سيتم توقيع بروتوكول للتعاون الشبابي في المستقبل تعزيزا للعلاقات التاريخية بين المؤتمر وحزب روسيا الموحدة. كما عبر نائب رئيس حركة ناشئي شباب بوتين الدكتور ليونيد أسايف في الاجتماع عن ضرورة إفساح المجال للتواصل الشبابي بين الطرفين تعزيزا للعلاقات المتينة بين البلدين والشعبين صديقين. وأكد أعضاء وفد الشباب الروسي عن سعادتهم بهذه الزيارة ولقاء الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام. حضر اللقاء نواب رئيس دائرة الشباب بالمؤتمر والدكتور مجيب الآنسي ممثل حركة شباب ناشئي بوتين في اليمن.